سيدي الأعزاء، أيتها التلميذات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله سنرى درس في النشاط العلمي. إذا نقوم بتذكير لما رأيناه في الحصص الماضية. رأينا أن الحيوانات يعني تعيش في أوساط مختلفة. رأينا أنه يمكن أن نصنف الحيوانات حسب وسط عيشها. إلى كم من صنف يمكن أن نصنف الحيوانات حسب وسط عيشها؟ يمكن أن نصنفها إلى حيوانات برية التي تعيش في البر، مثل مثلا الأسد، الزرافة، البقرة إلى آخره. وهناك حيوانات مائية تعيش في الماء، مثل الأسماك. وهناك حيوانات يمكن أن تعيش في الوسطين، يعني يمكنها أن تعيش في الوسط البري في البر، ويمكنها أن تعيش أيضا في الوسط المائي. وأعطينا مثال لذلك بالسلحفاة والتمساح والضفدع. إذا الآن اليوم إن شاء الله تعالى سنرى كيف تتنقل الحيوانات البرية، كيف تتنقل الحيوانات على البر. ما معنى تتنقل؟ إذا عندما نسمع كلمة تتنقل، أي يعني تتحول من مكان إلى آخر. كيف يمكنها مثلا أن تذهب من مكان إلى آخر وأن تتحول من مكان إلى آخر؟ إذا سنتعرف ما هي الأعضاء التي تساعد الحيوانات البرية على التنقل من مكان إلى آخر. إذا عنوان درسنا لهذا اليوم: كيف تتنقل الحيوانات على الأرض. إذا سنرى كيف يتنقل الحيوانات البرية، كيف تتنقل الحيوانات في الأرض أو على الأرض، عفوا، كيف تتنقل الحيوانات على الأرض هو عنوان درسنا لهذا اليوم. إذا أحيلكم إلى ملاحظة بعض الصور يعني المبينة في الكتاب المدرسي. إذا لاحظوا معي هذه الصورة ماذا تبين؟ نعم، ما هذا؟ نعم، هذا حصان. حصان يتنقل، يمشي. إذا يمشي على الأرض. ماذا يستعمل لكي يمشي؟ ما هي الأعضاء التي تساعده على المشي؟ الرأس؟ لا. إذا فهو يتنقل بواسطة قوائمه. كم عدد قوائمه؟ نحسبها 1 2 3 4. ولاحظوا هنا في الصورة الثانية، نعم إنها أفعى أو ثعبان. كيف يتنقل هذا الثعبان؟ نعم، هل لديه قوائم مثل الحصان؟ لا، إنه نعم يتنقل على بطنه. جيد، نعم. إذا ما هي الأسئلة التي يمكن أن نطرحها انطلاقا من ملاحظتنا للصور؟ نعم، يمكن أن نطرح مثلا سؤال: ما هي الأعضاء التي تمكن هذه الحيوانات من التنقل على الأرض؟ رأينا أنها حيوانات برية، ما هي الأعضاء التي تمكنها من التنقل؟ أو يمكن أن نطرح السؤال ونقول: كيف تتنقل هذه الحيوانات على الأرض؟ إذا نكتب تساؤل، إذا ألاحظ وأتساءل: ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من تنقل، قلنا أين؟ في أي وسط؟ نعم، على الأرض.
في الباب على الأرض. إذن نعم جيد. إذن ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من التنقل على الأرض؟ الآن سنحاول أن نقترح أجوبة لهذا السؤال. إذا رأينا مثلا الحصان، ما الذي يمكنه من التنقل على الأرض؟ ماذا تقترحون كجواب لهذا السؤال؟ نعم، إذا هناك حيوانات تتنقل باستعمال الأطراف أو باستعمال القوائم. نعم، هناك أيضا حيوانات تتنقل نعم على بطنها. نقترح جوابا. إذا هناك كما رأينا حيوانات تتنقل بواسطة ماذا؟ بواسطة القوائم. نعم، وأخرى نعم تزحف على بطنها. رأينا الأفعى كمثال بطنها. إذن هذا اقتراح، يعني سنتأكد منه انطلاقا مما يأتي من هذا الدرس. إذن أنجز، سنتأكد من هذا الاقتراح. إذن ألاحظ قوائم القطة والفرس. إذن نعم، إذن لاحظوا معي قوائم، أثر قوائم القطة، هل تشبه قوائم الفرس؟ إذن فهي لا تشبهها. إذن فقوائم القطة، لاحظوا هناك يعني شكل أصابع، وبالنسبة لي يعني قوائم الفرس فهي على شكل حوافر. إذن لأن كل واحد منهما يتنقل بطريقة يعني مختلفة عن الآخر. جيد. إذن بعد ملاحظتنا لقوائم الحصان والقط، الآن سنمر إلى التعليمة الثانية. أملأ الفراغ بما يلي رباعي القوائم، أي له أربعة قوائم. زاحف، زاحف يمشي على بطنه. المشي، الركض، القفز، الزحف، وأخيرا الجري. إذن هذه العبارات سنضعها في أماكنها. إذن سنرى لدينا هنا فرس، سنرى كيف يتنقل وماذا يستعمل لكي يتنقل. نفس الشيء بالنسبة للقطة، هذه قطة يعني تتنقل. ثم هنا أفعى، سنرى كيف تتنقل وعن يعني ماذا تستعمل لكي تتنقل. لاحظوا هنا أيضا الوزغة، لاحظوا فهي تزحف على بطنها ولكن لديها يعني أطراف كما تلاحظون، لديها أطراف وقوائم، سنرى في ماذا تستعملها. إذا لاحظوا معي الفرس، كيف يتنقل الفرس أو الحصان؟ نعم يتنقل باستعمال ماذا؟ ما هي الأعضاء التي يستعملها لكي يتنقل؟ نعم يستعمل قوائمه الأربعة. إذن فهو ماذا؟ حيوان رباعي القوائم، له أربعة قوائم، فيما يستعملها؟ كيف يتنقل؟ نعم يستعملها في المشي وأيضا في الركض، يستعملها في المشي والركض وأيضا في القفز. وبالنسبة للقط، أيضا هو حيوان رباعي القوائم، فيما يستعمل قوائمه؟ القط يمشي، يستعملها في المشي
يقفز في القفز وأيضا في الجري يجري. إذن سنبدأ الفراغات. إذن الفرس حيوان قلنا رباعي القوائم، يستعملها للمشي والركض والقفز. نعم، بالنسبة للقط قلنا أيضا هو حيوان رباعي القوائم، يستعملها للمشي والقفز وأيضا للجري. نعم، إذن فالفرس يمشي ويركض ويقفز، وأيضا القط يمشي ويقفز ويجري. الآن الأفعى، هل هي حيوان رباعي القوائم؟ لا. إذن فالأفعى حيوان قلنا أنها تزحف على بطنها، إذن فهي حيوان زاحف. هل لديها يعني أطراف؟ هل لديها قوائم؟ لا. إذن فهي تزحف على بطنها. إذن حيوان الأفعى حيوان زاحف، يتنقل عن طريق ماذا؟ المشي؟ الركض؟ لا. إذن فهو يتنقل عن طريق الزحف، يزحف على بطنه، إذن عن طريق الزحف. ثم الآن ننتقل إلى الوزغة. الوزغة إذن قلنا هي حيوان، نعم، زاحف لأنها تمشي على بطنها، حيوان زاحف. ولكن الوزغة بخلاف الأفعى هي تمتلك، نعم تمتلك أطراف، لها أربعة أطراف، يمكنها أن تمشي أن تزحف على بطنها أو أن تمشي على قوائمها. إذن فهي تتنقل، الوزغة حيوان زاحف يتنقل عن طريق ماذا؟ عن طريق إما الزحف، أن يزحف على بطنه عن طريق الزحف، أو عن طريق المشي باستعمال قوائمه أو المشي. جيد، إذن كخلاصة لما رأيناه، إذن فالحيوانات على الأرض يمكن أن تتنقل باستعمال ماذا؟ باستعمال إما القوائم أو تزحف على بطنها. إذن يمكنها أن تمشي أو تقفز أو تجري باستعمال القوائم، أو يمكنها أن تزحف. إذن هناك حيوانات تزحف على بطنها لكي تتنقل. إذن سنمر إلى فقرة أستخلص. إذن كيف تتنقل الحيوانات على الأرض والحيوانات البرية كيف تتنقل؟ نعم، إذن تتنقل الحيوانات البرية، نتحدث عن الحيوانات البرية، البرية عن طريق ماذا؟ نعم، ماذا رأينا هنا؟ عن طريق المشي، إن تمشي أو ماذا؟ نعم، أو عن طريق الجري أو الركض أو القفز.
نعم، إذن هذه هي يعني الطرق التي تتنقل بواسطتها الحيوانات البرية، إما المشي أو الجري أو القفز. الآن ماذا تستعمل لكي تتنقل؟ نعم، تستعمل قوائمها، إذن عن طريق المشي أو الجري أو القفز بواسطة القوائم، بواسطة القوائم. نعم، إذن هذا هو الصنف الأول الذي رأيناه. رأينا أنها هناك حيوانات يعني تتنقل عن طريق المشي أو الجري أو القفز باستعمال القوائم، ورأينا حيوانات أخرى مثل الأفعى والوزغ. كيف تتنقل؟ إذن يمكن أن تتنقل عن طريق المشي أو الجري أو عن طريق ماذا؟ نعم، عن طريق الزحف، تزحف، أو عن طريق الزحف على ماذا؟ قوائمها؟ لا، على بطنها، أو عن طريق الزحف على بطنها. إذن نقرأ، تتنقل الحيوانات البرية. إذن نحن بصدد دراسة الحيوانات البرية، كيفية التنقل عند الحيوانات البرية. تتنقل الحيوانات البرية عن طريق المشي أو الجري أو القفز بواسطة قوائمها أو بواسطة القوائم، أو إذن هذه هي الطريقة الأولى، أو عن طريق الزحف، تزحف، أو عن طريق الزحف على بطنها. لاحظوا معي في فقرة أثبت، أكتب تحت كل رسم وضعية الطرفين الخلفيين للأرنب، نكتب منبسطان أو مثنيان. لاحظوا في الوضعية الأولى كيف هما الطرفان الخلفيان للأرنب؟ نعم، منبسطان أم مثنيان؟ نعم، إنهما مثنيان. ولاحظوا في الصورة الثانية كيف هما؟ نعم، إنهما منبسطان، منبسطان. ولاحظوا في الوضعية الثالثة، لاحظوا الأطراف الخلفية، نعم، إنهما مثنية لأنها تستعد للقفز، مثنيان. إذن نمر إلى فقرة المعجم، يعني بعض الكلمات ومقابلها باللغة الفرنسية. إذن ركض، غالو، زاحف، غامبون، مشي، مارش، قفز، سو. نحاول أن تقرأوا معي. إذن ركض، غالو، زاحف، غامبون، مشي، مارش، قفز، سو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.